نيجي بقى للخبر التاني برضو، ده أمن قومي. أنا شايفة عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزراء والقيادات التنفيذية المعنية. خلال الاجتماع عرض مدير مشروع مستقبل مصر عددا من المطالب من الوزارات المعنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من هذا المشروع التنموي الضخم، منها ما يتعلق بسرعة توصيل خدمة الاتصالات للمشروع، وكذا توفير محطة للقطارات به بالتنسيق مع وزارة النقل، إلى جانب التنسيق لإنشاء مستشفى اليوم الواحد بنطاق المشروع. وكلف رئيس الوزراء الوزارات المعنية بالعمل على توفير هذه الاحتياجات بالمشروع بما يسهم في توافر البنية التحتية والخدمات المختلفة به. مشروع مستقبل مصر من هذا الخبر بيتحول من مشروع للتنمية إلى أنا بعمل ريف جديد للمصر. يعني انا حسيت ان انا حامل محطه قطار لهذه المنطقه، حامل مستشفى، حامل طلبه لاتصالات بشكل معين. خلاص دي ريف جديد، مكان جديد. اسمحي لي بس حي في الاعداد اللي اختار الموضوعات بتاعت النهارده. الموضوع ده مهم جدا وحيوي للغايه، وده لا يقل استراتيجي امن استراتيجي عن الادويه وعن الكلام ده كله. بس ليه ملاحظه ارجو ان تتقبلوها، الرئيس السيسي بيجري وبيسارع وبيقدم مشروعات وبيعمل وبيوجه، واللي بينفذ مش نفس على نفس المستوى، وده دليل. مشروع مستقبل مصر ده هو السرعة، مش عايز اقول السرعه بس المشروع ده طرحه الرئيس في ابريل 2017، مشروع مستقبل مصر، ووجه بسرعه التنفيذ ليه في اطار مشروع الدلتا الجديده. طيب انت فين من 2017 لحد ما لو تخيل المشروع هيكلف 8 مليار جنيه يا فندم، ده ولا حاجه اللي احنا بنعمله. تخيل لو المشروع ده كان اتنفذ وقتها 2.2 مليون فدان، اللي هي المنطقه اللي هي الاحور رود الفرج والضبعه، المنطقه اللي هناك، ومعتمده على ايه؟ معتمده على ترعه طولها 41 كيلو متر، يعني حاجه لا تذكر. انت عمال تعمل تخطيط الترع ومش عارف ايه، يعني انا لا اقلل تبطين الترع، انا لا اقلل من ده، لكن مساله الاولويات، هو دايما مشكله الاولويات. ده معتمد على ثلاث مصادر مياه جوفيه، وبالتالي انت مش محتاج تكلفه كتيره. امال كانت 8 مليار 2.2 مليون فدان، لما تيجي تزرع بيهم قمح وذره، مش هتكلم على بقيه ده المشروع ده بيشمل تصنيع زراعي، ويعني مشروع دلتا جديد وثروه حيوانيه ومنتجات البان وحاجات كتيره. يعني بقول كده ليه، الناس اللي بتسمعني هتفهم ده كويس. انت النهارده كرتونه بيض جبها 80 جنيه، ليه؟ لانه الاعلاف بتاعت مستوردة من بره الدورة وغيره إلى آخره، بينما لو كان المشروع ده اتعمل كان كفل لنا اكتفاء من عمر الكرتون تبين كان يزيد عن 30 جنيه. وانا بقول الكلام ده وانا عارف انا بقول ايه عمره. ليه؟ لانه بقى عندك انت موجود، وبالعكس انت كان ممكن تصدر، العالم كله محتاج يعني القصه دي. انا اقصد انه ال 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 يعني الملحوظه الاولانيه انه اللي بينفذوا توجيهات الرئيس ليسوا على نفس السرعه ولا نفس ادراك الاهميه الاستراتيجيه للتوجيهات اللي هو بيتعمل، وده بيخسرنا كتير قوي وبيوقعنا في مشاكل كتير جدا. يعني المشروع فيه تفاصيل كتير جدا 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 في الحقيقه، هيعمل نقله ضخمه، وانا يعني انا متحمس ليه جدا جدا. واعتقد ان التوجيهات واللي هيحصل هناك ده برضو هيغير من شكل المكان. هو الميزه انه ما دام رئيس الوزراء موجود، انا بتكلم عندي خبره في الدولاب العام الحكومي، يعني احنا كده انتقلنا للمرحله التنفيذيه، بس احنا متاخرين 5 سنين. معلش تتعوض ان شاء الله.